اتخذت من آلة الفلوت سلاحاً، ومن الفن درعاً يحمي ويصون شخصية الوطن. هي أحد حراس الهوية المصرية البواسل، الفنانة والوزيرة إيناس عبد الدايم. عرفت أناملها عشق الفن لأول مرة في عمر 8 سنوات، عندما أمسكت آلة الفلوت باحثة عن نغمة تطفئ شغفها بالفن، فالتحقت بالكونسيرفتوار في رحلة أصبحت حكاية العمر. حصلت على الدبلوم العالي في آلة الفلوت عام 1984، وتعددت الشهادات الرفيعة في تلك الآلة حتى نالت الماجستير والدكتوراه في المدرسة العليا للموسيقى بباريس عام 1990. نالت إيناس عبد الدايم العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها المشرفة، منها الجائزة الأولى من اتحاد معاهد الموسيقى بفرنسا عام 1982، وشهادة تقدير في المسابقة العالمية للفلوت بمدينة كيبا باليابان، وجائزة أحسن عازفة بمهرجان كوريا الشمالية للفنون، وجائزة الدولة التشجيعية للفنون. تدرجت إيناس عبد الدايم في العديد من المناصب كرئيس هيئة المركز الثقافي القومي، ثم ترأست دار الأوبرا المصرية لتخوض معركة شرسة أمام الجماعة الإرهابية التي حاربت الفنون بكافة أنواعها. فكانت عاشقة الفلوت أول من وقف في وجه التطرف، وأصبحت سبباً في إطلاق شرارة اعتصام المثقفين والفنانين الذين أعلنوا تضامنهم معها. وفي 14 من يناير عام 2018 أدت إيناس عبد الدايم اليمين الدستوري كوزيرة لثقافة مصر في وزارة الدكتور شريف إسماعيل، ثم وزارة الدكتور مصطفى مدبولي، لتتوج مسيرتها بتقلد المنصب الأهم في أروقة الثقافة المصرية.